اهلا بيكم في قناتي. لو اول مرة تشوف القناة ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل. السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض مشروب جميل جدا جدا لعلاج فقر الدم والانيميا والضعف العام. جميل جدا وبيعالج باذن الله في 15 يوم مهما كانت الانيميا مستواها ضعيف بتتشال نهائي، احسن بكتير جدا من الادوية، لان احنا بندي الاطفال ادوية وبرضو ما بتجيبش نتيجة وبترجع الانيميا تاني. هو بيفتح الشهية على الاكل وبيعالج فقر الدم والضعف العام. ممتاز جدا 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 يا حبايب قلبي. اول حاجة معانا هي الفراولة. الفراولة ممتازة جدا جدا في علاج فقر الدم، بتشيل الانيميا وبتقوي الجسم وجميلة جدا جدا جدا. وكمان معانا الشمندر او البنجر. البنجر مفيد جدا 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 للانيميا وبيعالج فقر الدم بطريقه خياليه وبسرعه رهيبه. ومعانا هنا ليمونه. الليمونه كمان بتثبت الحديد في الجسم، يعني مع الليمونه مع دول هتخلي المشروب يعمل فعاليه جامده جدا. واحنا طبعا داخلين على العيد، فاحنا ايه عايزين نعالج فقر الدم، علشان كمان فقر الدم بيعمل هالات سودة تحت العينين وبتخلي الوش اصفر وبيخلي النفس مقفولة على الاكل وبيخلي دوخة. يعني ان شاء الله باذن الله هنعمل المشروب مفيد جدا. تابعوا معايا. هنجيب دلوقتي انا جبت حبيتين من الشمندر او البنجر ومعاهم نص كيلو من الفراولة. احنا هنعمل المشروب، هيعمل مقدار لتر، هيبقى مشروب جميل جدا لبعض الفطار، يعني طعمه كمان لذيذ ومفيد في نفس الوقت، هيشيل الانيميا خالص. هنقطعها كده اهو، بنقشرها دلوقتي كده البنجر، وهنقشر التانية. مفيد جدا والله، يعني والله العظيم لو استمريتي عليه بعد اسبوع بالظبط ترجعي حللي انيميا، هتلاقي الانيميا اتشالت نهائي. انا عملت نص الشفشق الخلاط كده اهو، نصه بالظبط، وهنقطع كده اهو. الفراولة زي ما انتم شايفين كده بس كده اهوت، وهنحط السكر زي ما انتم شايفين كده. حطينا المكونات كلها مع بعض. طيب قلبي، ما صفينا العصير، انا صفيته بالمصفى وبعدين نقلته في كوب، بقى شكله كده زي ما انتم شايفين. طبعا احنا ما حطيناش الليمونه واحنا بنخلط في الخلاط، لا احنا هنجيب مع كل كوب عصير من اللي احنا عملناها هنحط نص واحده من الليمونه، هنعصرها كده تمام، علشان الليمون بيمطهر للجسم وكمان بيثبت الحديد في الجسم. مشروب طعمه رائع وجميل جدا ومفيد بطريقه خياليه باذن الله. استخدميه اشربيه بعد الفطار كمشروبك المفضل، بيشيل الانيميا. معاكم نتيجه هايله من اول اسبوع، بعد 15 يوم باذن الله هتعملي تحليل الانيميا لطفلك او ليكي، هتلاقي الانيميا اتشالت نهائي. كمان هتلاحظي فرق كبير جدا بالطاقه باذن الله، هيعجبكم. اشوفكم في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.